طيب فقرة ترند، الترند اللي دايما حضراتكم بتستنوها وبتبقوا عايزين تعرفوا الجديد من خلالها، واحنا بنحاول بقدر المستطاع في الحقيقة ان احنا نقول لحضراتكم اي معلومة جديدة او اي حقائق او حكايات بتكون مهمة لازم تكونوا انتوا عارفينها، لان ده طبعا حقكم على قناة الاهلي او ده الطبيعي ان احنا لازم نقدمه لحضراتكم عشان يليق بيكم دايما. عايز ابتدي بحكايه، عندي معلومات بس انا عايز ابتدي بالحكايه الاول. واحنا على مدار الحلقتين اللي فاتوا من الترند امبارح واول كنا بنتكلم بخصوص بعض اللاعبين اللي بيكون ليهم اراء مختلفه او بيكون ليهم قرارات مثلا من وجهه نظرنا احنا بنشوفها سلبيه، واتكلمنا وردينا في حقائق معينه لازم ان احنا نقولها ولازم ان احنا نعرفها للناس يعني. فبالتالي اتكلمنا على شريف اكرامي الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبليها بعد ما هو طبعا اتكلم في الحساب الرسمي ليه على تويتر في بعض التويتات اللي قالها بخصوص علاقته بالنادي الاهلي، وطبعا حضراتكم عرفتوا تعقيب النادي الاهلي وقرار النادي الاهلي باستبعاد شريف اكرامي من قائمه الفريق فيما تبقى من هذا الموسم، وكده كده عقده كان انتهى. فبالتالي انا النهارده عايز اتكلم بقى على الشق الايجابي، لان بصراحه في ناس لازم تاخد حقها، والكلام ده هيكون من خلال معلومات مؤكده، وممكن الناس اللي انا هجيب اسمهم وهتكلم عنهم دلوقتي ممكن يتفاجئوا بالكلام اللي انا بقوله، وان المعلومات دي ممكن تكون عندنا، واحنا دايما بيكون عندنا المعلومات دي في توقيت حدوثها لكن لازم نطلعها في الوقت المناسب. فمن وجهه نظري المتواضعه جدا ان ده الوقت المناسب اللي لازم نقول فيه لجمهور النادي الاهلي ان الدنيا مش سودة. الدنيا مش سودة، لان البعض بيتكلم على ان بعض أبناء الأهلي أنهوا علاقتهم بالنادي بطريقة غير يعني مناسبة، فبالتالي ده مؤشر إن مفيش حاجة اسمها انتماء دلوقتي، ويا جماعة انسوا المقولة اللي بتتقال إن مفيش لعيب في الأهلي بيمضي على بياض وكلام من ده. لا يا جماعة فيه، وأنا هقول لحضراتكم بحقائق مهمة، وفي لعيبة منتمية جدا للنادي الأهلي، في لعيبة بتحب قوي النادي الأهلي، في لعيبة موجودين في قائمة الفريق حاليا ضحوا بحاجات كتير جدا عشان النادي الأهلي، سواء لعيبة من أبناء النادي أو لاعبين جدد انضموا للنادي، ولما انضموا عشان اسم الأهلي وعشان جمهور النادي الأهلي، فالدنيا مش سودة. وبالمناسبة برضو قبل ما ابتدي في الحكاية دي أنا عايز أقول حاجة مهمة، إن دايما رأينا أو يعني الطرح اللي بنطرحه على حضراتكم مش إجباري إن إحنا رأينا لازم يكون صح أو إن أنتوا تقتنعوا برأينا، لا إحنا دورنا إيه؟ دورنا إن إحنا نعرض الحقائق، وحضرتك كمشاهد دورك إنك تقيم وتختار أنهي الأصح، وجهة النظر دي ولا وجهة النظر دي؟ لكن إحنا دورنا إن إحنا دايما نقول لكم إيه الحقائق تحديدا.